والله صار علينا قصف ما نعرف منين وصار قتل يعني شهداء بيها. قالون نطلع يومين وثلاثة وترجعون، مش مدري نحن طلعنا بعد ما حد رجعنا. حصل هجوم من ثلاثة ميليشيات رئيسية، هي كتائب حزب الله فيلق بدر وعصائب أهل الحرب على المدينة، وكانت الذريعة المستخدمة هي وجود عناصر من تنظيم الدولة داعش. طبعا يعني هذا الموضوع هو موضوع الشك، كان يعني كيف تمت عملية التحرير وبنفس الوقت عملية تهجير للأهالي، هذا الشيء غريب جدا حقيقة. يعني رف الصقر هي أحد الأماكن التي تعتبرها طهران مخزنا آمنا للصواريخ الباليستية في العراق، لأنها تحتوي على أعداد كبيرة من المباني الفارغة ولا يسمح لأي مدني أو إعلامي بدخول المنطقة. مساحة مظلمة لوكالات الاستخبارات الغربية ومركز نفوذ إيراني في العراق.